الشرقيه عندي حوالي نص كيلو الكيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح طوليه كده زي الاستربس اهي. جميل. عندي كمان معلقتين من المستردة، معلقتين من المستردة، معلقتين من صوص الور شوستر ساير. ور شوستر ساير ده اهو لازم اوريكم كل شيء على الطبيعه. ده عباره عن صوص كده بيدي طعم المشويات زي الباربيكيو، يعني مثلا من الحاجات اللي بتدي طعم الباربيكيو اساسيه في صوص الباربيكيو. جميل. عندي معلقتين من الصويا ومعلقه من الثوم الباودر، معلقه من البصل الباودر، وعندي معلقه بهارات دجاج ومعلقتين خل وعلبه زبادي واثنين بيضه وشويه ملح وشويه فلفل. وبعدين هنعمل رز، نص كيلو رز فيه شويه من الباودر الزعفران وبصل، ثلاث حاجات بس. يبقى انا هعمل الرز لوحده معاه، وده الفراخ تاني هقول لكم مقاديرها لان فراخ طعمها هايل. وعندنا كمان كوبايه من الدقيق، مش موجوده كوبايه من الدقيق هنا. اول حاجه كوبايه من الدقيق وكوبايه من البقسماط اللي مش مكتوبه، معلش. عندي هنا نص كيلو من الفراخ، نص كيلو من ال 3 ارباع كيلو، كيلو زي ما انتم عايزين، متقطعه شرايح طوليه اهي زي الاستريبس بالظبط. وبعدين معلقتين مستردة، معلقتين صوص وورشستر ساير وشرحت لكم هو ايه. وعندي كمان معلقتين من الصويا صوص، ومعلقه من الثوم الباودر، معلقه من البصل الباودر، معلقه بهارات دجاج، ومعلقتين خل اساسي، وكمان عندي معلقه علبه من الزبادي، وعدد اثنين بيضه وملح وفلفل. ده بالنسبه للخليط لخليط الدجاج. اما الرز، رز نص كيلو من رز البسماتي المنقوع، بصلايه، وعندي هنا معلقه من بودره الزعفران. اول حاجه تعالوا نعمل الرز عشان هياخد وقته. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط شويه زيت ونشغل، ونجيب بقى معلقه او سباتوله عشان نقلب بيها الرز. بعدين بقى نحط هنا البصل اهو، الزيت حطيناه وحطينا عليه البصل. اول ما هيسخن هنكون احنا جبنا بوله كبيره وهنقلب الخليط ده كله على بعضه. يعني ايه؟ حتى البيض، حتى البيض. اول حاجه هناخد الزبادي، وبعدين الثوم الباودر والبصل الباودر والبهارات، وبعدين معلقه المستردة اهو، وبعدين معلقه الورشستر ساير او معلقتين، معلقتين الصويا صوص، وبعدين نقلب كله ده مع بعضه، الخليط ده كله مع بعضه. ركزوا معايا بقى اهو، كل الخليط مع بعضه اهو. تاني الخليط ده عباره عن ايه؟ عباره عن معلقتين من الورشستر ساير، ده موجود في كل الاسواق، موجود الصوص ده في كل الاسواق. الازازه يا شيف يسري غاليه، ما هي الازازه انا مش هستعملها في يوم، ده الازازه هقعدها عندي استعملها مثلا ممكن تكفيني فترة طويلة جدا، طويلة جدا. بس بعد ما تفتحوها حطوها في التلاجة يا جماعة، يعني مثلا ممكن الإزازة تلاقوها معدية 30 جنيه مثلا، بس أنا هاخد منها معلقة معلقتين هتكفيني كتير، هتكفيني مدة أطول. يبقى أنا حطيت الورشستر ساير، حطيت الصويا، حطيت الثوم الباودر البهارات والبصل الباودر، وحطينا كمان المستردة والزبادي، كل الحاجات مع بعض. وبعدين الملح أهو على الفراخ مباشرة، والفلفل على الفراخ مباشرة، ونقلبها كده الأول قبل ما نحطها في الخليط بتاعنا. بعد كده ننزلها فين؟ في الخليط. حلو قوي. تاني هذكركم نحطها في الخليط ده قد إيه يا شيف يسري بقى؟ زي ما أنتم عايزين، نص ساعة، ثلاث أرباع ساعة، 10 دقايق. أنا بعتقد إن إحنا بالظبط بعد ربع ساعة ممكن ناخدها نحطها على طول، مفيش مشكلة، أو نستعملها. بعد كده بنعمل إيه؟ هناخدها نجيب بس بولة تانية. طب انت مش حاطط بيض، مش حاطط لبن مع البيض المره دي؟ لا، مختلف، الموضوع مختلف. هناخد كده اهو ونقلب البيض بس. بصوا بقى اللي جاي ده. وهناخد الدقيق نحطه على البقسماط. قد ايه؟ كوبايه على كوبايه، بس عايزين طبق كبير شويه عشان نقدر نخلطهم مع بعض. طبق غويط كده عشان نخلط البقسماط مع الدقيق. كوبايه اهي على كوبايه من البقسماط، ونقلبهم مع بعض. بعد ما بنقلب الخليط ده كده مع بعضه هنعمل ايه؟ هتشوفوا حالا دلوقتي. هنروح
ناخد قطع الفراخ ننزلها اول مره في خليط البقسماط اهي، بعدين نرفعها من خليط البقسماط للبيض، بعدين نرجعها تاني لخليط البقسماط تاني. لاحظتوا الحكايه دي؟ اقول لكم تاني، بس الاول اصفي الرز عشان ما ننساش. صفي الرز من الميه خالص، وعندي انا البصله هناك بدات ريحتها تطلع اهي، اقوم ضايف عليها الرز ونقلب. طبعا احنا ما بنروح ناكل بره بناكل حاجات كده طعمها حلو بيعجبنا، بس ليه ما نعملش حاجات زيها في البيت احسن؟ شويه ملح على الرز ونقلبه كده، وبعد كده نديله ميه السخنه ونسيبه يستوي، ولسه دور بودره الزعفران هيجي. ارجع تاني، هات لي طبق يا احمد من فضلك. ارجع تاني اذكركم احنا بنعمل ايه. خدنا اول مره الخليط اهو، تاني هفكركم، نحطها في الدقيق، هي خارجه من الخليط على طول، نحطها في الدقيق اللي على البقسماط، وبعد ما نحطها كده نقوم رافعينها مدخلينها فين؟ في البيض. بعد ما نطلعها من البيض نقوم ضايفين عليها تاني البقسماط والدقيق تاني، والمره دي بقى نشربها بيه. يعني ايه نشربها بيه؟ يعني هجيب هنا كده ونجيب طبق كده واوريكم عمليه ان انا بشربها بيه ازاي. بغطيها كده واضغط عليها بايدي عشان تتشرب بخليط البقسماط مع الدقيق تاني، اهو اهو شايفين؟ عايزين تخلوا الطبقه بتاعه الغلاف الخارجيه دي سميكه، غطسوا تاني في البيض ورجعوها تاني. يعني احنا حاطين طبقتين دلوقتي، عايزين تخلوها ثلاثه مفيش مشكله. الطبقه دي عايزين تخلوها اكتر، يعني اكتر من اتنين مفيش مشكله. نرجع تاني اوريكم تاني عملنا ايه. اهو ناخد كده نحط في الدقيق مع البقسماط، بعد ما حطينا في الدقيق مع البقسماط نرفعها كده وننزلها فين؟ في البيض. بعد ما ننزلها في البيض نرجعها تاني للدقيق والبقسماط، ونكرر العمليه دي لغايه ما نخلص كل الكميه. حلو قوي. بعد ما نخلص كل الكميه هنحمرها، هنحطها في الزيت دلوقتي قدامكم، وبعدين نوريكم شكلها ان شاء الله. ولكن بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل. اهي في الزيت، شايفين بقى؟ بصوا بقى الشكل، نحمر لغايه ما نخلص الكميه ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شايفين اهو زكريا هيجيب لنا شكل الفراخ واحنا مطلعينها من الزيت. شايفين؟ ما شاء الله، ادي شكلها. نطلعها كده على ورق نابكن علشان خاطر انا عايزكم تجربوا، يعني ما تقولوش ان هي وحشه غير ما تجربوا، او حلوه غير ما تجربوا. يا استاذه اسماء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، بس كنت عايزه اعرف طريقه عمل شاورما اللحمه. عينيا، حاضر. حاجه تانية؟ لا ميرسي. يا اسمك حضرتك تبقى تقولها لي دلوقتي؟ دلوقتي هقولها لك يا استاذه اسماء، وانا سعيد اني بسمع صوتك، وسلام لكل حبايبنا في الاسكندريه.